ربما الآونة الأخيرة الكلام بالنسبة لمروان محسن فسخ عقده أجاي يستمر قائمات انتظار إلى آخره. خلينا الأول نبدأ بموضوع مروان محسن. معنا طبعا وكيل الأعمال الرائع كابتن حازم الحديدي. كابتن حازم مساء الأنوار. مساء الخير يا جنرال. يا رب تكون بخير يا أبو كبات. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. أنت ما شاء الله يعني أنت مستحوذ على كل النجوم. ها والله يا كابتن ادعي لنا بقى والله يعني. طب عرف الناس كده بسرعة أهم النجوم اللي أنت كنت ماسك أعمالهم قبل كده وحاليا. بص يا كابتن أنا يعني هنسى طبعا دين بس أنا طبعا الجيل الذهبي اللي كان موجود مع كابتن حسن شحاتة كله أنا اشتغلت معاه. الأساسيين بقى من وائل وبركات وتريكا وحضري والنادي وكابتن أحمد حسن وكابتن حسام غالي ومتعب ناس كتير من اللي كانوا موجودين ودلوقتي بقى الموجودين دلوقتي حاليا. مين ابرز الموجودين حاليا يا كابتن حازم؟ ابرز الموجودين حاليا شناوي محمد الشناوي. جميل. طيب بالنسبه لمروان محسن هل بالفعل تم فسخ عقده مع النادي الاهلي؟ تم فسخ عقده النهارده مروان كان قاعد جلسه طواله مع كابتن شرف حفيظ وكابتن سيد بلغ مروان ان هو تم فسخ عقده مع النادي والراجل كان تمام يعني ما كانش فيه اي حاجه. ايوه بس انا عايز اقول حاجه يا جنرال خليني اقول لك ان مش معنى خروج مروان من النادي الاهلي فده تقليل في اللاعب. لا اطلاقا. احنا كلنا عارفين ان الكوره ما بتديش كل حاجه. نعم. مروان محسن من اللعيبه اللي احنا كلنا بنقدرهم وبنحترمهم وانا يعني بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي. ايوه. راجل مجتهد في تمرينه بشهاده كل اللعيبه انا كل يوم بكلم اللعيبه كلهم. ايوه. وعارف مين بيلعب في التمرين ومين بيبقى مجتهد ومين بيبقى مش قد كده. مروان الفتره الاخيره ومن زمان مجتهد جدا في التمرين. نعم. بس الكوره زي ما حضرتك عارف ما بتديش كل حاجه. ايوه. أيوة. ممكن يكون في عدم توفيق ممكن ربنا يكرمه في نادي تاني ممكن يكون يعني انا هو ده هو في الاسماعيلي كان مكسر الدنيا بالظبط. وعشان كده يا كابتن مش في كل الانديه تقدر تكسر الدنيا في الانديه اللي انت كنت فيها. يعني قيمه محمد بركات واسطوره محمد بركات في النادي الاسماعيلي ادى للنادي الاهلي كتير جدا طبعا بس في وجوده في النادي الاسماعيلي كان الموضوع مختلف طبعا طبعا. كل لعيب كابتن خالد بيبو لما جه من النادي الاسماعيلي كان وجوده في النادي الاهلي مع احترامي وتقديري ليه مش زي وجوده في النادي الاسماعيلي. نعم. كل لعيب بيختلف وجوده فيه. طبعا انا طبعا. بقول ان مروان محسن من اللعيبه المجتهدين جدا من اللعيبه اللي عندهم اصرار. طب كان عقده يمتد لقد ايه يا كابتن حازم؟ 3 سنين. كان فاضل له لسه 3 سنين. تم فسخ العقد بالتراضي بدون ما ياخد اي مستحقات او اي حاجه. لا بدون اي حاجه خالص بالتراضي. رائع. هو الموضوع كان خلصان. رائع. خليني اقول لك يا كابتن مدحت ان سمه النادي الاهلي ان دايما يعني اي حد بيبقى داخل او خارج بيبقى يعني في كل الاحوال بيكون مصر. انت عارف ان ده انا كيان كبير واحنا بنحترمه وبنقدره طبعا لازم ما يكونش فيه اي سوء تفاهم ما بين اللعيبه وما بين الاداره. برافو عليك طبعا. الراجل اتعامل يعني بمنتهى الاحترافيه. وانا اتكلمت معاه بعد الجلسه بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ ولقيته الراجل تمام مفيش اي مشكله خالص. هو شايف ان شاء الله باذن الله ممكن الدنيا تكون مختلفه وفي انديه كبيره طالعه. مين بقى يا كابتن العروض اللي عنده؟ والله يا كابتن بص هو مروان في يعني 4-5 عروض لسه يعني هيبانوا الاساسيين بتوعهم بكره او بعده بالكثير هياخد قرار يعني في خلال مثلا 4-5 ايام ممكن تلاقي مروان موجود في نادي تاني ان شاء الله. طب قول لي ان شاء الله اسمين كده يا كابتن حازم. يعني نادي البنك مثلا بنك الاهلي وممكن يكون في كلام في نادي فيوتشر وفي كلام في نادي فاركو. اوكي. فاعتقد ان مروان هيشوف العروض اللي تناسبه ايه وانا عندي ثقه ان مروان في اي نادي الفترة الجاية هيكون إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه. والله وأنا متأكد من كده ويمكن خلال الموسم اللي فات كابتن حازم لو أنت كنت متابعني أنا اديته نصح وقلت له اطلع لأنه فرصتك في النادي بقت صعبة وأنت هتجلجل في أي نادي آخر. دي حقيقة لأن هو خامة ممتازة جدا جدا. خامة ممتازة واحترام غير طبيعي ولعيب ما عندوش مشاكل في الملعب. وعايز أقول كمان يا كابتن مدحت إن إحنا يعني في مثلا 50-60% من الضغط اللي كان على مروان محسن اثر عليه. انت عارف الفتره الاخيره معظم الانديه ومعظم اللعيبه بيبقوا شايفين السوشيال ميديا اكتر من زمان. زمان ما كانش فيه.
ما طبعا كانش اي اهتمام باللعيبه الكبار بتوعنا، ما كانش في حاجه اسمها السوشيال ميديا. أيوه. لكن دلوقتي الضغط الرهيب اللي على اللعيب، جماهير النادي الاهلي بتطالب بالمكسب على طول على طول، وان اللعيب ما ينفعش يضيع فرص. لكن دي كوره يا جماعه، يعني المفروض كل الناس تتكاتف. مش معنى ان لعيب ما كانش عنده حظ في نادي ان معنى كده نفضل نضغط عليه، بالعكس طبعا. لازم ندعم اللعيب ده الفتره الجايه، يجوز ان انت تستفيد بيه في منتخب مصر. هو مؤكد، انا بقول لك مؤكد هيبدع. طيب بالنسبه لمحمد الشناوي، هل في اي جديد خاص بيه؟ لا لا، كنا سمعنا من فتره ان ما اعرفش جه عرض كذا وكذا وبتاع، هل ده في حاجه زي كده ولا الكلام ده كله كلام كده يعني؟ بص يا كابتن، ما كانش في اي كلام، مفيش اي حاجه في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي حاليا. انا ثقتي في الشناوي ده راجل لعيب وعقيمه كبيره جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي والنادي طبعًا الاهلي وجماهير مصر كلها، فانا ثقتي في الشناوي. يعني مش موضوع ان في عرض احتراف يجي الراجل مستنيه او مش مستنيه، هو قيمته دلوقتي في الوقت في الوضع الحالي انا بعتبره ده راجل يعني لعيب كره ذو اسم وذو قيمه. طبعا فموضوع الاحترافات والحاجات اللي بتيجي دي وارد انها تيجي في اي لعيب، لكن احنا دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي احنا يعني الراجل قال يا جماعه ستوب، احنا مش عايزين نتكلم في اي حاجه. انا راجل واخد اجازتي يومين ثلاثه بريح وهرجع اتمرن في النادي الاهلي، وانت عارف بقى الدوري هيبتدي امتى ان شاء الله. طبعا طبعا، ممتاز. هل تواصل مع عصام الحضري بقى مدربه الجديد دلوقتي بقى في المنتخب، كان زميله قريب دلوقتي بقى مدربه؟ لا، هو دلوقتي هو الموضوع بقى ايه، ان انا الايجن بتاع عصام والايجن بتاع الشتان. انت الايجن بتاع الاثنين، هو ده الموضوع الاساسي. اوكي، يعني انت ايجن بتاع عصام كمدرب. لا، كمدرب وكلعيب. وكلعيب قبل كده. انا بشتغل مع عصام بقى لي 22 سنه. اوكي. اولا اللي حصل في ان عصام يكون مدرب محمد الشناوي في الوقت الحالي دي قيمه كبيره للاثنين. صحيح. عصام مدرب انا ثقت فيه، ويعني خليني اقول لك يا كابتن مدحت ان في ناس دايما، في لعيبه لما كانوا بيلعبوا كوره وقرروا ان هم يكونوا مدربين ما كانوش على قدر قيمتهم هم لعيبه كوره. صحيح. امثال بيليه، امثال مارادونا، امثال الكلام ده كله، كل دول ما نجحوش ان هم يبقوا مدربين. مش بالضروره اللاعب الرائع يبقى مدرب رائع يعني. بالظبط. ولكن عصام الحضري اصراره وعزيمته، وانه راجل لعب لغايه 45 سنه واستفاد من خبرات ناس كتير واجيال كتير ومدربين، ضرب مع مدربين، راجل لعب فوق ال 900 مباراه ما بين دولي وما بين محلي، واخد دورات تدريبيه كمان في الامارات وحاجات جميله جدا. يعني عصام طبعا اصر ان هو ياخد دورات طبعا. الناس ممكن تكون تتساءل، اصل عصام درب قليل مع كابتن ضياء طارق في سيراميكا كليوباترا، اصل عصام، لا، عصام الحضري طراز مختلف. احسن جون في افريقيا في ال 20 25 سنه اللي فاتوا على تاريخ مصر كله، افضل حارس مرمى طبعا، وبيمرن احسن جون في افريقيا في الوقت الحالي حاليا طبعا. الشناوي موضوع موضوع مستاهل طبعا. وعصام انا شايف ان هو عصام عشان ثالث عنده قدره على توصيل المعلومه، لان انت النهارده ايه قيمه المدرب من غير توصيل المعلومه للنجم؟ ايوه طبعا طبعا. عصام عنده قدره على التوصيل ده. لا، عصام ما شاء الله. الشناوي طبعا بارك لعصام. تمام. وعصام كان طبعا 24 ساعه مكالمات مع بعض الفتره دي. طبعا طمن عليه. طبعا. وان شاء الله يكون لي خير ان شاء الله. بصراحه الجهاز يعني موفق ان شاء الله باذن الله. يا رب يا كابتن. بشكرك يا كابتن حازم، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا.